السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قناتكم طوفان اهلاوي. قبل ما نبدا الحلقه ونتكلم عن الكره الاوروبيه، اولا صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، ويلا بينا نشوف الانترو اللي جاي ده علشان نبدا الحلقه. موضوع حلقتنا النهارده عن صفقات ليفربول، وهحكي لك عن اللعيبه اللي انضمت لليفربول واللعيبه اللي رحلت عن ليفربول هذا الموسم. الحكايه بدات من نهايه الموسم، واصبح امر واقع ان صلاح مش عايز يجدد غير بمبلغ معين، وماني هيمشي وعايز يروح بايرن ميونخ. وبعد معاناه مع صلاح بسبب الراتب وانهم مش عايزين يبوظوا سقف الرواتب في الفريق، النادي وصل لحل وسط مع اللاعب وجدد لصلاح لمده 3 مواسم قادمه مع ليفربول. ودي كانت الصفقة الأهم لليفربول، نظرا إن صلاح أهم لاعب في كتيبة ليفربول من ساعة ما انضم للنادي، وهو هداف النادي آخر 4 سنوات، وهداف الدوري الإنجليزي 3 سنوات، وأكتر لاعب مساهم في أهداف مع ليفربول من ساعة ما انضم للنادي. ففعليا هو أقوى صفقة ليفربول ممكن يخلصها، وأهم صفقة هذا العام. بعدها لقينا سيتي بيقدم هالاند، وفي نفس الوقت ماني هيمشي من ليفربول. كلوب دماغه اتشتتت، محتاج مهاجم كويس يجي يسد الفراغ بتاع ساديو ماني بعد ما يرحل عن الفريق، ومحتاج مهاجم كويس يقدر ينافس الصفقة الجبارة اللي عملها مانشستر سيتي وجوارديولا، وهو هالاند اللاعب القناص الصغير في السن اللي بيقدم ارقام كبيرة جدا رغم انه لسه صغير في السن. كلوب قعد يفكر شوية كده وهو بيتفرج على مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري ابطال اوروبا، لقى لاعب مميز جدا سجل في الليفر في مباراة الذهاب ومباراة العودة، وعمل اداء كويس جدا مع فريقه. قال لك انا عاوز اللاعب ده، هو ده اللي هيسد الثغرة اللي هيسيبها ماني. وبالفعل النادي تعاقد مع اللاعب ودفع 75 مليون يورو، وده رقم كبير جدا ما بيطلعش من ادارة ليفربول على مدار سنين كتير جدا، باستثناء فان دايك اللي جه ب 75 مليون يورو فقط بدون اضافات. ولكن عقد نونيز فيه مزايا وحوافز واضافات اللي بتوصل لمبلغ كلي ل 100 مليون يورو قيمة الصفقة. هو مبلغ كبير جدا، ولكن اللاعب موهوب، بس هل هيقدر يتألق مع ليفربول ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الموسم اللي جاي، ومش هنتوقع اي حاجة، ولكن الاكيد ان طريقة اللعبة هتتغير عن السنين اللي فاتت، لان ليفربول من وقت كبير جدا ما لعبش فيرود صريح زي نونيز، وهو لاعب مختلف تماما عن اي فيرود لعب مع ليفربول اخر 5 مواسم، ومش زي فيرمينيو ولا ماني ولا الناس دي كلها، هو لاعب مختلف تماما عن الناس دي. داروين نونيز اللي عنده 22 سنه لعب 41 ماتش، وده كان في جميع البطولات، سجل فيهم 34 هدف، وده رقم كويس الى حد ما، ويدل ان عنده مستقبل كويس في الفترات القادمه. نونيز سبق ليه ولعب في نادي الماريا اللي رئيس النادي بتاعه تركي الشيخ، والماريا قدر يكسب من الصفقه دي بسبب ان حاطط شرط في العقد بينه وبين بنفيكا باضافات وعوائد اذا اللاعب انتقل الى نادي تاني. واحد يقول لي طب يا طوفان الصفقات كده خلصت؟ هقول لك لا، في صفقتين تاني للاعبين شباب انضموا لنادي ليفربول في الاوقات الاخيره. واللاعب الاول هو فابيو كارفاليو، مواليد 2000، لاعب شاب بيلعب في مركز صانع الالعاب ونص الملعب مركز 8 اللي هو مركز تياجو الكانتارا. تعاقد معاه ليفربول من نادي فولهام بقيمه 5 مليون يورو، وبيلعب في مركز صانع اللعب زي ما قلت لك، ولاعب موهوب جدا وليه مستقبل مع النادي، واعتقد ان كلوب هيديه فرصه مشاركه كبيره في الفتره اللي جايه، وهيخش واحده واحده مع تياجو الكانتارا ويقدر يستفاد باللاعب الشاب الموهوب ده. اللاعب الثالث والاخير اللي تعاقد معاه ليفربول هو الاسكتلندي كالفين رامزي، اللاعب اللي عنده 18 سنه وبيلعب في مركز الباك اليمين، واعتقد ان اللاعب مش هيطلع اعاره، لا هيكمل مع الفريق ومع كتيبة يورجن كلوب، وهيبقى ورقة رابحة من على الدكة بديل لألكسندر أرنولد احسن باك يمين في العالم الموسم الماضي. ودي كانت الصفقات بتاعت الليفر اللي حصلت الموسم الحالي. هل يتعاقد مع حد تاني
الله اعلم، ولكن حتى الان مفيش اي كلام عن الموضوع ده. بعد ما قلت لك بقى المنضمين، تعال اقول لك الراحلين عن النادي. اولا كده رحيل ساديو ماني اللي عمل تاريخ كبير جدا مع النادي ورحل بسبب انه مش شايف اي اهتمام من ادارة النادي لتمديد عقده، وانهم مهتمين بشكل كبير بتمديد عقد محمد صلاح، وحاليا اللاعب انتقل الى نادي بايرن ميونخ الالماني، واتوقع له اللي هيقدم مستويات كبيره في الدوري الالماني ودوري ابطال اوروبا الموسم القادم، لان منظومه بايرن ميونخ بتنجح اي حد. اللاعب الثاني هو ملك الرومونتادا امام برشلونه ديفوك اوريجي، اللاعب اللي كنا ننساه ويوم ما تحتاجه تلاقيه باعلى مستوى، وياما انقذ ليفربول من هزائم، وابرزهم دوري ابطال اوروبا اللي فاز بيه ليفربول. كان اوريجي مطلع برشلونه ومسجل هدفين، وفينالدوم مسجل هدفين، وهو كان سبب كبير جدا ان يخلي ليفربول يفوز بالبطوله دي، وكمان احرز هدف في النهائي امام توتنهام. لاعب مؤثر جدا وهيقدم مستويات كبيره جدا، وحاليا انتقل الى نادي اي سي ميلان الايطالي، واعتقد انه هيفرق جدا مع الفريق في الموسم اللي جاي، لانه فعلا صفقه رابحه واضافه كبيره لنادي اي سي ميلان العريق. اما باقي اللاعبين، رحل لوريس كاريوس وماركو جريتش وشي اوجز وبينوود بيرن، ودول رحلوا بشكل نهائي عن ليفربول برضو، ومش هيبقوا موجودين مع الليفر في الموسم اللي جاي. نقفل الكوس على كده بقى وننهي الحلقه بان ليفربول دعم التدعيمات اللي في حدود احتياجاته، عكس مان سيتي اللي بيضم لاعب واثنين وثلاثه في نفس المركز، وعندهم قايمه مليئه بالنجوم، وده في حد ذاته رغم انه بيديك قوه، ولكن هو نقطه ضعف في نفس الوقت، لان اللعيب الكبير لما بيقعد على الدكه كتير او ما بيخش فرصه مشاركه كبيره مستواه بينزل، وبيبقى فيه مشاكل في اوضه اللبس، ودي حاجات كتير جدا عايزه لها حلقه لوحدها. الدوري الانجليزي الموسم اللي جاي هيبقى ممتع جدا عن اي موسم تاني، واعتقد المنافسه هتبقى قويه جدا، مش بس مع ليفربول ولا سيتي، لا تماما هيخش معاهم مان يونايتد وارسنال وتوتنهام، لان كل الفرق دي دعمه بشكل كبير، وده بيزيد متعه الدوري لينا، والتدعيمات اللي جت لكل فريق فيهم هيزود المنافسه بشكل كبير جدا. كده يا صديقي انتهت حلقتنا من سوء الانتقالات وصفقات نادي ليفربول. قول لنا بقى عاوز الحلقه اللي جايه عن انهي فريق، وما تنساش قبل ما تقفل الفيديو تصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، سلام.